مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. الرئيس بوني يكشف مفاجأة مدوية ومحاولة تنحيته من هذه الأطراف. البداية مع الخرجة المفاجئة من الرئيس بون التي انفعل فيها كثيرا بعد تأكيده أنه اكتشف الخطة المدبرة لتنحيته في الخفاء، وصفا إياها بالمؤامرة انطلقت مؤخرا ضده وضد البلاد ككل بغارة تهيج الشعب لخلق البلبلة وحتى تغير نظام الحكم بالخطط التي نفذتها هذه الجهات والتي وعدها بالمحاسبة. أين استشهدت بون بالأحداث الأخيرة مؤكدا أنها أزمة متعمدة ومفتعلة من بعض بقايا نظام بوتفليقة الذين لازالوا في مناصبهم، حيث تلعب ورقتها الأخيرة في محاولة قلب الموازين، لأن بقايا النظام من لازالوا في مناصب مختلفة يعملون على صنع التشاؤم واليأس في المواطنين لتهيجهم من أجل إخراجهم للاحتجاجات بكل المدن. كذلك مسؤولين حاليين كانوا وراء عرقلة منحة الأطباء وحتى عرقلة منحة المواطنين في بعض مناطق الظل، وأن العائلة الستارية ورجال الأعمال المتواجدين بالحبس أيضا يلعبون ورقتهم الأخيرة قائلا أنهم يمارسون التخلط بأموال طائلة لأن التخلط والبلبلة تفيدهم إن نجحت حسب وصفه. ولعل أبرز من قصدهم على ما يبدو علي حداد الذي كشفت الصحافة الأمريكية أنه دفع 10 ملايين دولار مؤخرا للوبي ضغط أمريكي من أجل الضغط على الجزائر وتلميع صورة حداد على أنه مظلوم. كما أن تبون من خلال التصريحات الأخيرة لم يعد يخفي ويؤكد أن هناك مؤامرة ضده وقوية من العصابة المحبوسة وحتى التي لازالت في مناصبها من بقايا النظام، لهذا بدأ في التحقيق والمحاسبة وكان أقل عدد من مسؤولي الولايات وتحويلهم على التحقيق والمحاسبة. كما قال في آخر تصريح محذرا الولاة بصريح العبارة: احذروا، سنحاسب الجميع ولن نسمح بعودة تجاوزات الماضي. مع العلم أن هذه الأحداث الأخيرة تزامنت أيضا مع استدعاء عدد هائل من ولاة الجمهورية للمحاسبة ثم الزج بالمفسدين منهم في الحراش، فأغلبهم كان عينهم سعيد بوتفليقة بنفسه عندما كان شقيقه في الحكم، لهذا يريدون خلق الفوضى وحتى لقلب نظام الحكم بإخراج الشعب للاحتجاج على حد وصفه. كما انتقد وتوعد بمحاسبة مسؤولي الولايات الذين يدعون ويتظاهرون بتمويل المواطنين بالماء والحاجيات أمام الكاميرات فقط ثم عزلهم مباشرة بعد تصوير مجددا. فما رأيكم في هذه المؤامرة التي تحدث عنها الرئيس تبون؟ تفاصيل جديدة حول التحرك المخابراتي في الكشف عن ملف من العيار الثقيل بخصوص أموال الإشهار العمومي المنهوبة وأسماء ثقيلة تجر للحراج. أولا، وبعد كشف جريدة الجزائر واحد مع تحرك مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي لتفكيك ملف فساد داخل الوكالة الوطنية للإشهار وحبس وزيرين وبعض المسؤولين، الآن القائمة تتسع وفيها حتى برلمانيين وشخصيات معروفة ورياضية وغيرها تورطوا واستفادوا من الملايير بطرق غير شرعية، خاصة وأن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار العربي والنوغي كان كشف عن حزمة فضائح وتلاعبات في منح الإشهار العمومي لصحف من دون أي معايير واضحة وبتدخلات من قبل السلطة والأجهزة وأطراف مختلفة حينها لتمكين صحف لا توزع أصلا من الحصول على الإشهار. وكان من بين الجهات التي كشف عنها صحف كانت المفاجأة بالكشف أنها تتبع للنواب في البرلمان ورجال أعمال وشخصيات، كما كان تورط عبد القادر خمري المدير العام السابق للوكالة الوطنية للإشهار في هذا الملف الثقيل، وأبرز قضية فتحت ضده تخص تمويل برنامج نشر مع دار نشر لبنانية بمليارات دينارات من دون أثر مقابل. كما أن جريدة الجزائر واحد كانت كشفت أن حتى وزير الاتصال السابق بالحمار عليه شبهات الفساد وفق ذات الجريدة، لأنه حولها وفق معلومات إلى منبر للفساد وملكية خاصة في توزيع الإشهار بعد إلغاء حق التنافس العادل بين وسائل الإعلام المعتمدة، ولم يتخذ حسبها العبرة من وزراء بوتفليقة الذين تم حبسهم بسبب الفساد والتلاعب بأموال الشعب. وتحرك المخابرات الداخلية الآن وفق جريدة الجزائر واحد يسرع من جر العديد من الأسماء إلى الحراش والقبض عليهم للمحاسبة، حتى شخصيات معروفة بعيدة عن السياسة ستجر أيضا للمحاكمة وفقها لأنهم تحصلوا على عشرات الملايير دون وجه حق وبطرق مشبوهة، مع العلم أن الصادم في القضية هو حصول بعض الجرائد والمجلات على الملايير شهريا حينها دون أصلا أن ينشروا أو يصدروا شيئا بل بالاسم الوهمي وفقها وكما كان حدث مع محمد رابح ماجر الذي كان تحصل على الملايير لجرائد يملكها لم تكن أصلا موجودة ولا تصدر نهائيا.
فتحقيقات الجهة الأمنية التي فتحت الملف الحساء فيه أسماء نافذة في زمن بوتفليقة وشخصيات وطنية وريادية معروفة إلى القضاء يزورون الحبس لأول مرة بعد أن فجأهم هذا الملف الثقيل. ومن الممكن جدا حسب جريدة الجزائر واحد أن يصل إلى مدراء ومسؤولين في حكومة الجزائر الجديدة بعد انتهاج بعض الأطراف أساليب المحسوبية وطرق مشبوهة تتنافى وتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أخبار اليوم: ما هي القضايا المتابع فيها صاحب مجمع النهار وقضيته مع المخابرات؟ والقضية تحرجه وتكشف عن ثروته والحكم الأخير ينهيه كليا؟ أولا، محمد مقدم المعروف بأنيس الرحماني وهو صاحب قناة نهار تلقى أسئلة قوية من القاضي أحرجته، وهو المتابع في أبرز قضيتين ثقيلتين، واحدة مع جهاز المخابرات والأخرى قضية فساد مالي ضخمة ليصل مجموع الأحكام عليه 13 سنة. وقبل الحديث عن رده الذي كان على القاضي أثناء سؤاله من أين جمع كل تلك الأموال التي وجدها عنده، الأخير كانت أول قضية فتحت ضده أسكنته السجن حينها تخص قضيته مع العقيد لطفي بعد تحديه لجهاز الاستخبارات، حيث كان قام أنيس الرحماني بالبث على تلفزيون مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في جهاز المخابرات يدعى العقيد إسماعيل، وتخص مطالبة الأخير من الرحماني حذف مقال في أحد المواقع التابعة للقناة تخص مدير الاستخبارات حينها بشار طرطاق الموقوف في السجن العسكري الآن، إذ كان أحدث ضجة بخرجته الغير مسبوقة وتحديه لجهاز المخابرات. فأنيس الرحماني كان له نفوذ كبير حينها لأنه كان من أدرع بوتفليقة التي يرتكز عليها ودعمه الأول في الإعلام، حتى العهدة الخامسة كان يدعمها، خاصة وأنه كانت له علاقات قوية مع وزراء ورجال أعمال ومختلف المسؤولين، كذلك مع سعيد بوتفليقة الذي كان يسير البلاد من وراء الستار حينها. وقد تم الحكم على أنيس الرحماني في تلك القضية بثلاث سنوات وعشر سنوات أخرى مع التحقيق في قضية الفساد المالي الضخمة، حيث تم اتهام الرحماني باستغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتكوين أرصدة مالية بالخارج من دون ترخيص من مجلس الصرف والنقد. هذا وقال النائب العام أن التحرية توصلت إلى أنه تحصل على أموال وعقارات وأملاك كثيرة وضخمة مستغلا نشاطه الإعلامي ونفوذه، كما ثبت أيضا أن هذا الأخير يملك شقة في باريس وعدة حسابات بنكية في دبي، ناهيك عن الامتيازات التي أوهمهم بأنها تتعلق بملف الاستثمار، غير أن الملف ليس له علاقة بالاستثمار كما يقول، فأين هو هذا الاستثمار يسأله؟ كما أن الأخير ثروته تقدر بألف الملايير وتحصل على مئات الملايير بطريقة مشبوهة حتى من الإشهار العمومي. رئيس الغرفة الجزائية واجهته بدورها بأدلة فساده بطريقة غير قانونية التي قام بها لتحويل الأموال المخصصة للنشر الإعلامي المتمثلة في الصفحات الإشهارية التي تحصل عليها لسنوات عديدة إلى وجهة أخرى، وكاد استفادته من امتيازات أخرى على شكل قطعتي أرض بالعاصمة. وخلال استجوابه من هيئة المجلس برر أنيس الرحماني أن أمواله وممتلكاته وأرصدته، فقال إنه كان مراسلا صحفيا لعدة وسائل إعلامية أجنبية.